الجلالة مدينة عالمية ستفتح أبوابها للزائرين مع احتفالات أكتوبر. كيف ستسهم المدن السياحية الجديدة في تغيير نمط الاستثمار في قطاع السياحة؟ ساعة من مصر، طابت أوقاتكم. في الثمانينيات بدأت الدولة في إنشاء مشروع سياحي وصف بالواعد حينها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو مشروع قرى مارينا، القرى الأشهر في الساحل الشمالي والتي تم إنشاؤها على مساحة 4000 فدان كمنتجع سياحي ترفيهي. ورغم ضخامة المشروع ورغم حجم النجاح الكبير الذي لاقاه، إلا أن الدولة لم تستنسخ تجربة بحجم هذا المشروع مرة أخرى طيلة 30 سنة مضت. لكن قبل 3 سنوات فقط بدأت الدولة مرة أخرى في التوجه نحو إنشاء مدن سياحية متكاملة في محاولة لتنمية قطاع السياحة وتقليل آثار الاضطرابات الاقتصادية التي ضربت البلاد عقب 2011. ما قبل يناير 2011 أمر، وما بعده أمر آخر تماما، ولربما يصل إلى درجة النقيض فيما يتعلق بالسياحة المصرية. فذلك القطاع الحيوي الذي لا غنى عنه بالنسبة للاقتصاد المصري كان يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي، وكان يحقق عائدات تتخطى 12 مليار دولار على أقل تقدير، حين وصل عدد السائحين إلى ما يقترب من 15 مليون سائح في العام 2010. ومن المقومات السياحية تمتلك مصر ما لا يمتلكها غيرها، فهي تستطيع ودون عناء أن تقدم نفسها للعالم على أنها وجهة للسياحة الترفيهية، حيث الغردقة وشرم الشيخ وما مثلهما، أو مقصدا للسياحة التاريخية، فالحضارة الفرعونية هي الأشهر وآثارها هي الأقدم في الأقصر وفي أسوان وفي غيرهما، فضلا عن السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، وإن كانت أرقامهما غير مرضية إن لم تكن مخجلة. ورغم الحوادث المدبرة أو غير المدبرة التي تصيب قطاع السياحة كلما هب بالنهوض من سباته كحادث ريجيني وكسقوط الطائرة الروسية، فمستقبل صناعة السياحة يرى كثيرون أنه أضحى أكثر من واعد بعدما تدخلت الدولة بمؤسساتها وسعت إلى رؤية طموحة تعتمد فيما تعتمد على استحداث مدن سياحية عالمية، على أن تتولى الدولة تشييدها والترويج لها بل وإدارتها كمدينة العالمين الجديدة ومدينة الجلالة. ومن بين أكثر من 250 مشروعا قوميا تم ويتم الانتهاء من تشييدها، يعد مشروع الجلالة أحد أبرز تلك المشروعات بما يقدمه من دعم لمناخ الاستثمار في قطاع السياحة وبخلقه الآلاف من فرص العمل وبمساهمته في رسم خريطة جديدة لمستقبل المجتمعات العمرانية في مصر. الجلالة والتي ستكون عاصمة للعين السخنة ستحول المدينة من مدينة موسمية صيفية إلى مقصد للزيارة طوال العام، حيث تقع هضبة الجلالة غرب خليج السويس ما بين العين السخنة والزعفرانة على طريق الغردقة، ويعتبر إنشاؤها تحديا هندسيا صعبا بسبب الطبيعة الجبلية القاسية للمنطقة. ويعمل في المشروع نحو 5000 مهندس و80,000 عامل من 80 شركة مصرية. وينقسم مشروع تطوير هضبة الجلالة إلى 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو مدينة الجلالة العالمية، والتي تقام على مساحة 19,000 فدان وعلى ارتفاع يقدر ب700 متر فوق سطح البحر، وتضم جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز ومجموعة
من المدارس ومناطق سكنية وقرية أولمبية. أما المحور الثاني فهو منتجع الجلالة الساحلي والذي يقام على مساحة 1000 فدان ويطل على البحر الأحمر مباشرة. ويضم المنتجع الساحلي فندقين، أحدهما جبلي يتكون من 300 غرفة، والثاني فندق ساحلي وبه 257 غرفة. كما يحتوي المنتجع على مارينا لليخوت، وعلى مبنى للجوازات، وعلى مدينة للألعاب المائية، وكذلك يحتوي على تلفريك هو الأكبر في الشرق الأوسط. أما المحور الثالث من مشروع هضبة الجلالة فهو طريق الجلالة، والذي تم شقه داخل الجبل على ارتفاع بلغ 700 متر وبطول 82 كيلو متر، وهو مؤمن تماما ضد أخطار السيول. كما يشتمل هذا المشروع القومي على إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه العذبة بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، فضلا عن إقامة 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها فيما بعد في الري. كما يحتوي المشروع على محطة للكهرباء بجهد 220 كيلو وات لخدمة المدينة وكذلك لخدمة المنتجع الساحلي. وأيضا يشتمل المشروع على إقامة منطقة صناعية تضم مصنعا للفوسفات بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000,000 طن سنويا، فضلا عن مصنع للرخام والذي تذخر به هضبة الجلالة. ورغم ما منيت به مصر من أحداث أضرت بقطاع السياحة، إلا أن عام 2017 شهد تطورا إيجابيا فيما يخص هذا القطاع الحيوي. ففي الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2016 بلغ عدد السائحين نحو 3 ملايين سائح، في حين بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر في نفس الفترة من 2017 أكثر من 5 ملايين سائح. كما ارتفع عدد الليالي التي قضاها السائحون من 19 مليون ليلة عام 2016 إلى 50 مليون ليلة في العام 2017. ووفقا للبنك المركزي زاد معدل إنفاق السائح في الليلة من 80 دولارا عام 2016 إلى 92 دولارا في العام 2017. هكذا كانت الأرقام. بعد الفاصل سنعرض على حضراتكم جانبا مما يدور في مشروع هضبة الجلالة، حيث المنتجع الساحلي قمنا بتصويره، ومن المفترض أن يتم افتتاحه مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، أي بعد قبل شهرين. ابقوا معنا. هضبة الجلالة في المنطقة ما بين العين السخنة والزعفران هي منطقة جبلية قاسية، طبيعة هناك يعني ليست بالهينة. استلمت المكان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2015، وما سترونه بعد قليل هو ما تم إنجازه فقط في 3 سنوات. ومن المفترض كما ذكرنا قبل الفاصل أن يتم افتتاح المشروع فيما يتعلق بالجزء الساحلي منه مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر. نتابع الجلالة. نتابع. يقال إنها تحد هندسي صعب للغاية بسبب الطبيعة الجبلية القاسية للمكان. يقال إنها ستكون نموذجا لشكل المدن المصرية في المستقبل من حيث التخطيط والتكامل والخدمات. يقال إنها ستكون أول مدينة عالمية في مصر. إنها مشروع قومي ضخم تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية
للقوات المسلحة، إنها مدينة الجلالة. مهندس مصطفى عبد العزيز، المدير الاستشاري لمشروع منتجع الجلالة، المشروع ضخم جدا، الجزء منه المنتجع، انما بنتكلم عن مدينة الجلالة، كل الجبال اللي طلعت في الخلفية دي، كل خلفيتنا دي جزء من المشروع. جزء من المشروع. المرجية حضرتك المرحلة الثانية، احنا أول حاجة برحب بسيادتك في المشروع عندنا، وإن شاء الله بإذن الله كده يعني أعياد أكتوبر نكون مفتتحين المشروع. أعياد أكتوبر اللي جاية يعني كمان شهرين. بإذن الله. هنفتتح إيه؟ هنفتتح المنتجع الساحلي. إن شاء الله المنتجع الساحلي، الجزء اللي تحت ده كله بإذن الله هيكون مفتتح بإذن الله. شغال. شغال بإذن الله، يعني اللي هو يعني بداية التشغيل. سوفت أوبننج. سوفت أوبننج. كويس. ليه بنقول إن من أضخم المشاريع اللي بتقام حالياً في مصر مشروع مدينة الجلالة؟ أيوه. احنا المشروع دوت حضرتك على 500 فدان، المرحلة الأولى على 500 فدان. احنا المنتجع الجلالة السياحي الساحلي بيتكون من فندق الساحلي ده حضرتك اللي قدام حضرتك ده. كما يظل المشروع ككل اللي بيه الفندق هو المشروع الأضخم ربما. طبعا هو ده حضرتك الفندق مع الفيلات، وفي مولات ملحقة بيه، في مبنى جوازات لل مبنى الجوازات. مبنى عشان هنا عايزين مينا دولي. مينا دولي في مبنى للجوازات علشان خاطر ياخد حضرتك التأشيرة، وفي للسفر الداخلي والخارجي. في حضرتك تقريبا 640 محل موجودين في قلب البتاع دوت، 640 محل ومطعم في مباني مختلفة ألف وبي وجيم ودال. في مجمع ترفيهي في مبنى دال ده بيتكون فيه 8 سينمات، في صالة تزحلق على الجليد، في حضرتك صالة للألعاب الإلكترونية موجودة، في حضرتك ايه كل ده مش ما هو مبنى كبير. في عندنا مبنى واو حضرتك برضو ده، في ده اللي هو الهايبر ده مسطحه 4 فدان. في عندنا مبنى هيه ده حضرتك الفود كورت ده، في لوحده 170 مطعم، في تحت جراج 800 عربية، ده مسطح مبنى هيه لوحده حضرتك 11 فدان. في مبنى ألف وبه وجيم ده محلات لخدمة المنتجع السياحي دوت. في حضرتك عندنا كمان الأكوا بارك موجودة، في حضرتك بتاع مجمع للألعاب مفتوح، ملعب للكره الخماسي وملعب الطايره والسله، بس دول مفتوحين. احنا دلوقتي جوه اللوبي بتاع الاتريوم بتاع الفندق، المدخل بتاع الاوتيل. اعتقد ان انتوا في مرحله التشطيبات النهائيه، خلاص يعني خلصتوا تركيبات التشطيبات وبتفنشوا الشغل زي ما احنا فنشنا الشغل حضرتك، وخلاص التكييفات ابتدت تشتغل لا لسه التكييفات لسه لا لسه بس احنا لسه يعني هو اشتغلت بس احنا قافلينها علشان لسه بيغسلوا الشبكه. تمام. ايه الجديد هيبقى في الفندق هنا يا باشمهندس؟ يعني طبعا واخدين بالنا ان الديزاين التصميم شويه مختلف. طبعا انيق شيك طبعا باين في التصميم، انما اكيد في الهندسه اسرار ثانيه يعني في التصميمات. والله هو الطراز على اعلى مستوى عالمي موجود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو التشطيبات الارضيات والخام مستورده. كل التشطيبات على اعلى مستوى، في مقياس للفنادق زي ما حضرتك عارف، كل نجمه ليها مواصفات معينه. الفندق معمول 5 ستارز حضرتك، بكل التشطيبات والبتاع على اعلى مستوى موجوده، والكود اللي هو موجود بتاع الفنادق متحقق في الفندق. اللي موجود يا باشمهندس في الجلاله مش موجود الا في الجلاله، في هذه المدينه. والله هو الجلاله يعني هو اصلا الجلاله ما كانتش موجوده اصلا. يعني هو يعني مدينه الجلاله ديت هي ما كانش اصلا حد عارف المنطقه هنا حضرتك. احنا جيناها استلمتوها جبل ابريل 2015، جبل مسطح صحراء جبل، وكانت شاقه جدا، كان الصخور وكسرنا وعملنا ومهدنا الارض خصوصا في الجزء اللي فوق. يعني حضرتك لو انت طلعت فوق في الطريق اللي فوق اللي معمول في ارتفاعات متمهده داخله في 120 متر تكسير جبل وشق طريق.
التلفريك هيمشي قد ايه؟ هو التلفريك بيوصل 600 متر اكتر؟ 620 متر بينزل بينزل حضرتك بيستخدم 620 متر 620 متر هو ارتفاعه من فوق لاعلى نقطه 620 متر كويس من سطح البحر ده حضرتك 4 كيلو ونص هيمشي 4 كيلو ونص 4 كيلو قد ايه الرحله دي؟ 15 دقيقه تسع عربيات موجوده ما بين الرحله والرحله 15 دقيقه زمن التقاطع زمن التقاطع يعني ده حضرتك الشركة الوحيدة اللي عملتها اللي هي شركة فرنساوي شركة فرنساوي وديت بس المعدات جت من بره لكن احنا اللي ركبناها يعني ركبت دي بأيدي عمالة مصرية ومهندسين مصريين وكل الفندق اللي حضرتك شايفه ده وكل المنتجع اللي حضرتك شايفه دوت عمالة مصرية 100% ومهندسين مصريين 100% شفت انا ما شاء الله شفت يعني عدد كثيرا من الشباب عدد لا بأس به الشباب طبعا يعني ما الشباب هم اللي ما تلاقيش مثلا حد عواجيز غيري انا مثلا لا 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 انتوا خبرة بس ما لكن كل شباب احنا بنديهم الخبرة وربنا ان شاء الله بعد كده هم بقى يتولوا القيادة بعد كده ويشوف حضرتك شايف المستوى وشايف حضرتك يمكن اول مره حضرتك تيجي تشرفنا بمجيئة حضرتك ولكن حضرتك لو كنت جيت من 4 سنين فاتوا او من 3 سنين فاتوا ارض صحراء ما فيهاش حاجه خالص والحمد لله ده بتفعل حياه وكلنا مبسوطين ان المشروع خلص وفي الاواخر يعني المرحله الاولى الناس اللي اشتغلوا في المشروع هنا في ارقام تؤشر لعددهم قد ايه؟ يعني احنا عندنا دلوقتي في الموضوع ككل مش اقل من 5000 واحد ما بين عامل وصنايع ومهندس و يعني عمالة كاملة متكاملة يعني خمسة مش أقل من كده ليه بيقال إن الجلالة هي مدينة عالمية والله هو دلوقتي هتبقى مدينة عالمية علشان طبعا المنفذ البحري اللي جه والتأشيرات اللي جت وجذبت بقى حضرتك لو انت حضرتك جاي جذبت حوالينا كل الاستثمارات اللي حواليها قرى سياحية كتير جدا اتعملت جنبينا على حس المنتجع الجلالة ولسه بقى فوق بقى المرحلة التانية حضرتك ده حاجة تانية خالص في بقى جامعة وفي قاعة مؤتمرات على أعلى مستوى فوق وفي فنادق 3-4 فنادق فوق موجودين فوق مدينة متكاملة مدينة منفصلة خالص عن هنا تماما أي أرقام تؤشر على الاستثمار حجمه قد إيه التكلفة قد إيه إحنا هنا حضرتك المرحلة الأولى داخلة في 10 مليار تقريبا 10 مليار جنيه تقريبا 10 مليار جنيه تقريبا المرحلة الأولى فوق وتحت المرحلة الأولى 10 مليار جنيه طبعا في إنجاز في 3 سنين دوت 3 سنين و4 شهور اهوت حاجة كبيرة يعني مهندس احمد مهران الاستشاري بمنتجع الجلاله الساحلي ليه بيتقال ان المنتجع رباب يقدم نموذج معماري وبه من الخدمات ما لم يوجد بغيره ايه اللي موجود جديد فيه منتجع الجلاله السياحي لو احنا بنتكلم على منتجع فاحنا بنتكلم دلوقتي على منتجع فيه مواصفات وفيه مكونات ممكن ان انا الاقيها في اماكن تانية بس مش الاقيها في الوقت اللي انا اقدر يعني انا دلوقتي كنت بروح شرم والغردقه بقطع مسافه كبيره قوي دلوقتي منتجع الجلاله السياحي بيبعد عن القاهره 150 كيلو اقدر خلال من ساعه ونص لساعتين اكون هنا اهوت في عندي في من مكوناته الاقي فيه تليفريك التليفريك دوت بياخدني ما بين نقطتين فرق ارتفاع 640 متر مسافه 4 كيلو ونص رحله ربع ساعه اقدر عن طريق التليفريك ده بشوف منظر الجبال وزي ما حضرتك بقى شايف يعني لما بنتكلم في 640 متر وتشوف منظر الجبال تحت فدي الحاجه اللي ممكن ما كنتش اشوفها بقى قبل كده منتجع الجلاله السياحي في منفذ بحري بمارينا دوليه اقدر ان انا اقدر ان اخش المنتجع بتاعي عن طريق البحر دوليا فدي من الحاجات اللي هي هتشغل السياحه الدوليه انا ما كانش لو بنتكلم في سياحه محليه فالسياحه المحليه اقدر انا اخش عن طريق البلد اخش المنتجع فلو بنتكلم على السياحه الدوليه فبقى اصبح عندي مارينا لليخوت تمام اقدر ان انا اخش بيها المنتجع هل في التصميمات راعيته اشياء بعينها انا شايف التصميم اللي حوالينا اولا دي الشاليهات المميزه اللي على البحر دي لو بنتكلم في المنطقه اللي احنا فيها هي المنطقه دي بمسطح 32 فدان بنتكلم على الفيلات اللي احنا واقفين حواليها ديت دي فيلات فندقيه تمام تابعه للفندق يعني عن طريق الفندق هو اللي بيقدر يديرها تمام الفيلات ديت 26 فيلا فندقيه
بمسطح 270، الفيلا بمسطح 270 متر مسطح ارضي واول وروف. لو بنتكلم على الزون اللي وراها على طول هي منطقه برضو شاليهات فندقيه بمسطح مختلف عن المسطح دوت، مسطح 200 متر مسطح ارضي واول وروف برضو. لو بنتكلم على الشاليهات بنموذج اخر فبنتكلم على شاليه ب 96 شاليه بمسطح 160 متر مسطح، دور ارضي واول وتاني وروف. احنا دلوقتي في اني هتسموها احياء مثلا، اني حي في احنا مش هنتكلم في احياء، احنا بنتكلم في الزونه اللي احنا فيها دي كويس. هي منطقه الفندق الساحلي وشاليهات والفيلات. طيب. اللي هي خلفنا على طول لو بصينا كده في الكاميرا هنلاقي على طول الفندق الساحلي زي ما حضراتكم شايفين، اللي هو دور ارضي وبدروم واربع ادوار متكرره بمسطح 2.5 فدان به 257 غرفه زائد 3 غرف لذوي الاحتياجات الخاصه مع 34 جناح. الاجنحه بتاعتي عندي اجنحه عندي الفندق على شكل حرف واي بقطاعات مختلفه، قطاع شرقي وقطاع غربي وقطاع جنوبي، وكله بيبص على منظر يعني دوت. لو بصينا هنا ده الفيو ده بيبص على المنطقه بتاعت حمامات السباحه، لو بتكلم على فيو تاني هيطل على البحر مباشره. تمام. طبعا الفندق ملحق به قاعه متعدده للاغراض، بالاضافه القاعه متعدده للاغراض ممكن استخدمها قاعه الزفاف او قاعه مؤتمرات، بالاضافه ان وجود قاعات فرعيه دي موجوده على منطقه الجاردن تحت، بالاضافه ان انا عندي فيها عدد 2 مطعم متخصص مع وجود مطعم رئيسي ومطعم على حمام السباحه. على المستوى التصميمي يا باشمهندس احمد، هل رعيته تصميمات معينه تتوائم مثلا مع الطبيعه؟ دي اصلا كان جبل، ده جزء من الجبل يعني. تمام. تتوائم مع الرياح في المنطقه هنا؟ بالفعل طبعا المنطقه اللي حضرتك بتتكلم فيها هي منطقه الجلاله. تمام. طبعا احنا بنسمع عن سيول كتير بتحصل في منطقه العين السخنه والجلاله. طبعا تم مراعاه المجرى السيل وتم تنفيذ مجرى سيل بالفعل. طبعا المنطقه هنا طبيعه الارض طبيعه جغرافيه متدرجه، فاحنا بدانا المباني بتاعتنا بدات تتعمل بنظام تدريجي بحيث ان الشاليهات والفيلات اللي هي موجوده في الموقع تقدر كلها تبقى باصه على البحر وتقدر ان انا اشوف الفيو بتاعي من كذا زاوية مختلفة، بالإضافة لوجود مول تجاري أو كافيتريات أو مراكز ترفيهية برضو بتطل برضو على المنظر بتاعي بتاع البحر. دكتورة نيفين حسين مديرة المشروعات بمنتجع الجلالة، ممكن نقول احنا دلوقتي في أعلى نقطة إنشائية على الساحل صحيح؟ دي حقيقة فعلا، دي أعلى نقطة إنشائية في الجزء الساحلي اللي قدامنا كله، في الجزء البسيط الساحلي، إن المشروع أعمق بكتير جدا من الجزء الساحلي، لكن البداية هتكون المنتجع الساحلي. ده حقيقة يا فندم. طيب، واخد بالنا من فكرة الأماكن الترفيهية كتير جدا، يعني عندنا هنا بنتكلم هنا مجمع سينما صحيح، وهنا في عندنا مجمع التزحلق على الجليد، وهنا مطاعم، وهنا مطاعم تانية، وهنا مارينا، وهنا كمان وهنا الأكوا بارك، منطقة الألعاب صحيح. الحجم الترفيه ربما أزيد من حجم الأوتيل مثلا. دي حقيقة يا فندم، لأن هو اتعمل منتجع ترفيهي سياحي متكامل بيخدم كل الفئات العمرية وبيخدم كل فئات المجتمع اللي موجودة. على سبيل المثال حضرتك، أنا عندي هنا فندق ده بيتكون من 488 أوضة، جزء منه فندق في مبنى 6 ادوار وجزء منه شاليهات وفيلات، ده بيعني ان انا بخدم كل الاذواق اللي موجوده وببلبي كل الرغبات الموجوده. عند حضرتك هنا ده مجمع سينمات، ده بيضم 8 سينمات، بيضم صاله تزحلق على الجليد، بيضم مناطق ترفيهيه للعب الاطفال، لو حد عايز يجي معاه اطفال وعايز يدخلهم مناطق ترفيهيه ده بالفعل موجود. عندي حضرتك هنا مجمع مطاعم كبير على مسطح 50,000 متر مسطح، جزء منه داخلي وجزء منه خارجي، خارجي اللي حضرتك شايفه اللي موجود فيه النافورة دون، جزء منه أوت دور وجزء منه أون دور. عندي برضو منطقة هايبر ماركت، دي بتخدم الناس اللي قاعدة في المنتجع وفي نفس الوقت بتخدم برضو الناس اللي موجودة في المدينة فوق. هندسيا يا دكتورة نيفين، مشروع الجلالة في علم الهندسة تطرق إلى إيه؟ بيمثل إيه؟ يدرس في إيه؟ يضرب به المثل هندسيا في إيه؟ يضرب به المثل هندسيا في تحدي الصعاب، ان مفيش حاجه مستحيله، ان كل حاجه ممكن تتعمل. الجبل اللي قدام حضرتك ده ما كانش كده، ده كان كله حته واحده. الجبل ده احنا دلوقتي شايفينه كله بيسموها مصاطب،
مخاطب. صحيح. مخاطب رملية. ده حقيقة. أو جبلية. ده حقيقة، ده ما كانش كده، ده كان حضرتك كتلة واحدة، وبفضل السواعد اللي موجودة معانا اتشكل المنظر اللي حضرتك شايفه دون. الطريق اللي قدام حضرتك ده ما كانش موجود. ده اتعمل عشان يفادي المخاطر اللي موجودة تحت على الطريق لما كان طريق مزدوج. طريق الجلالة اللي موجود فوق حضرتك برضو نفس القصة، هو اختصر المسافة الزمنية للوصول للزعفرانة بطريق آمن بيعدي تقريبا طوله فوق 85 كيلو، فهو بيمثل مفيش حاجة مستحيلة، تحدي كل الصعاب. يعني ممكن نقول ان العنوان الهندسي هو كيف تقيم مدينة سكنية في قلب جبل مثلا او في حضن جبل الجلالة. دي حقيقة يا فندم، فعلا دي حقيقة موجودة، لان حضرتك كل اللي حضرتك شايفه ده كان كل ده جبال، جزء منها اتنسف عشان تنشئ المنشآت الموجودة حضرتك، جزء منها تشكل عشان تشوف المنظر اللي حضرتك شايفه ده. العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، ثمة متغير في شكل المدن المصرية، سيطرأ على هذا الشكل متغير نلحظه. نرحب باستاذ هندسه الطرق بجامعه عين شمس الدكتور حسن المهدي. نورنا دكتور حسن. اهلا بسيادتك يا محمد بيه. ما هو التغير الذي يتم الان؟ وحقيقه الامر يعني انه بيتم حتى دون ضجيج، دون ضوضاء. صحيح. ما هو المتغير؟ المتغير ان جغرافيه مصر او ديموغرافيه مصر حصل فيها تغيير من خلال الاتجاه نحو التوزيع العادل للكثافات السكانيه. نحن كنا نعيش على 7% من مساحة مصر، وكان لابد من انتشار لهذه الكثافات على مساحات أكبر لتجد الخدمات ولتجد فرص أفضل للحياة ونسبة تلوث أقل. ومن هنا أتت الدولة لتواجه مشاكلها بحلول جذرية، فكانت المدن الجديدة التي تحدثت عنها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم قريبا نقل المصالح والوزارات إليها، ثم كان الاستغلال لما هو متاح من ثروات طبيعية ومواقع جغرافية. فكانت من ضمن ما تم إنشاؤه مشروع الجلالة، وهو مشروع أقرب للإعجاز منه إلى الإنجاز. هذا المشروع كان لي شرف أن حضرت تفاصيله من بداية العمل به في 2015، وشاهدت بنفسي حجم التحديات التي واجهت يعني أبطال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وما كان موجود من حجم تحديات. كان هناك بعض المشككين في المشروع يقول يعني هذا ليس له جدوى، وأن الطبيعة الجبلية الصعبة تحول دون إنجاز مشروع بهذا الحجم. إلا أن هذا المشروع كان تطويع للجبال. سيادتك في التقرير اللي عملته أنا كنت سعيد جدا بيه، لأنك سردت تفاصيل يعني كنا نأمل أن الناس كلها تروح وتشوفها. فمن خلال الكاميرا ومن خلال الحوار اللي انت عملته نقلت تفاصيل جميلة. بينقسم المشروع إلى عدة محاور أساسية: مدينة الجلالة العالمية، ومنتجع الجلالة السياحي، والمناطق الصناعية المتاخمة لذلك والقائمة على صناعات مثل صناعة الرخام والفوسفات، والموقع العبقري لهذا المنتجع وهذه المدينة العالمية من حيث قربها من شبكة النقل بشكل عام ومن المواني زي ميناء الأدبية وميناء السخنة، وبالتالي حركة المواد والخام والتصدير للمنتجات والصناعات ستكون بشكل سلس وسهل. لو اتكلمنا بشكل موجز عن كل محور من هذه المحاور، مدينة الجلالة العالمية بتضم مدينة سكنية وبتضم كمان قرية أولمبية للألعاب الرياضية بكافة يعني صورها، بتضم مدينة طبية،
بتضم جامعة الملك عبد الله اللي حجم الإنجازات فيها كبير جدا. جامعة الملك عبد الله على مساحة 100 فدان، إجمالي المساحة بتاعة مدينة الجلالة العالمية 19,000 فدان، بتشمل طبعا بالإضافة للجامعة مجموعة من المدارس والإسكان والمناطق الترفيهية، وطبعا بتغذي هذه المنطقة محطات لتحلية مياه البحر ومجموعة من الروافع اللي بترفع المياه اللي بيتم تحليتها إلى خزانات استراتيجية عشان تستخدم. وبالتالي ده كله بيدعم يا محمد بيه التنمية المستدامة، إن أنا بعمل مدينة، هذه المدينة بضمن لها استدامة الحياة فيها على مدار السنة كلها، وليس كمنتجع للراحة أو للفسحة أو خلافه، ولكن ستكون لها طبعا استدامة. والموقع العبقري من ارتفاع 700 متر فوق منسوب البحر الأحمر، ده برضو يعني أعطاها ميزات أخرى من حيث الموقع. نيجي للمحور الآخر وهو المدينة أو المنتجع الجلالة السياحي، وبيضم كما ده هيفتتح إن شاء الله في أكتوبر القادم إن شاء الله تعالى. أنا كنت سايب التقرير وما تم عرضه من تطور تم في الفندق الشاطئي والفندق الجبلي، والاثنين مربوطين من خلال التلفريك، والتلفريك ده برضه حل عبقري جدا لفرق المنسوب الكبير للنزول من المنطقه بس الجبليه. بس مسافه كبيره يا دكتور بالمناسبه، 4.5 كيلو. بس برضه يعني وجود تلفريك في مصر ده مش معتاد، يعني كان موجود مثلا في حاجه زي لبنان للطبيعه الجبليه، فاحنا لما يبقى عندنا هذا الكلام ونستفيد من الطبيعه دي بالحل العبقري ده واستفيد من ثرواتي. انا كانت جديده عليا معلومه ان انا عندي ميناء للركاب وعندي منطقة ساحلية يستطيع السياح القدوم إلى هذه الميناء، ويبقى في منفذ للجوازات ويستطيعوا أن يستمتعوا بهذا المنتجع، ده شيء جيد جدا. طيب اتفضل. أنا عاوز أخد رأي معاليك في شيء يا دكتور حسن. لما يعني لما زرنا الجلالة فرصدت أمر، يعني رصدت إن الدولة، وهنا الدولة يعني مؤسسات، يعني صحيح ان الدولة فكرت، خططت، خصصت ارض، شقت طرق، صحيح مدت بسموها المرافق، مدت المرافق كويس، ثم صممت بالتعاون مع القطاع الخاص ونفذت وروجت وباعت وربحت، اللي الدولة هي اللي هتبيع ده، صحيح مفيش قطاع خاص. الفكر اتغير يا محمد بيه، فساعدت بده صراحة. الإدارة بقت والقيادة السياسية والتوجهات بتاعت الدولة بقى فيه دلوقتي، مش عايزين نقول فكر جديد، لكن في عندنا عايز أقول إرادة. هذه الإرادة انعكست على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات كانت أقرب لأنها تكون أحلام في أوقات سابقة. يعني منطقة الجلالة كانت موجودة في العقود السابقة، لم يتطرق أحد أن هو يعمل منها الحل العبقري والمنطقة اللي هتدرج سياحيا على مستوى العالم. وأنا فهمت سؤال حضرتك أنك تقصد أن أنا بستفيد من مواردي بدل صحيح. ما كنت ببيع، بدل ما أفيد غيري وأفيد القطاع الخاص منها. لا أنا بشتغل بشراكة مع القطاع الخاص، وليس لدينا غضاضة أن القطاع الخاص يكسب، بس أنا كدولة كمان. طيب عايز أوضحها دكتور تسمح لي، كان عندنا مشاريع ضخمة قبل كده الدولة صحيح. أسندتها أرض إلى جهات خاصة، صحيح باعت المتر ب 50 قرش والجهات دي هي اللي باع ب 8000 جنيه، عمل الثروة يعني. ثروة طائلة، في قضية ما اعرفش خلصت ولا ما خلصتش، كانت بتنظر صحيح. في المحكمة صحيح. تم التصرف فيها أو ما تمش، صحيح فكانت تفتح أبوابا من أبواب الفساد. لا دلوقتي أنا فاهم قصد حضرتك، دلوقتي الدولة بتدخل شريك للمستثمر، بمعنى أن حتى في إنشاء المجتمعات العمرانية والإسكان الفاخر بقت الدولة لا تعطي الأرض ولكنها تصبح شريكا بهذه، يعني الدولة بتخش شريك بالأرض وبيبقى ليها نسبة من الوحدات وبيبقى ليها نسبة من المبيعات، وده شيء جيد جدا وفكر سليم اقتصادي 100%، ان انا صاحب الأرض وبالتالي لابد ان يكون في منفعة. وهذه المنفعة عشان برضو المشاهد الكريم يبقى عارف، الدولة بتشغلها في حاجات تانية، إسكان منخفض التكاليف، في مشروعات تطوير التعليم، في الرعاية الصحية، في كثير من النواحي اللي بتدعم فيها الدولة المواطن المصري. فلا بد من أن أنا أبحث عن مصادر للتمويل، وهذه المصادر من ضمنها المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها. لما يكون عندي ثروة طبيعية أو موقع جغرافي ممكن أن أنا أستفيد به، لابد أن أنا أسعى أن أنا أستفيد أكبر استفادة ممكنة، لأن هذه الاستفادة المادية أو الاستثمارية ستعود على المواطن حتى محدود الدخل، هتعود في دعم، هتعود في أن أنا أوفر له
ميه صالحه للشرب، ان انا اوفر له مشاريع صرف صحي. هذا الكلام يعني الدوله بتعمل في تناغم باراده سياسيه ويعني حكومه بتحاول انها تمشي على خطى بتبني على بعضها. يا محمد بيه، مفيش حد بيجي يقول اللي قبليه كان غلط وانا هبدا من الاول. البدايه كانت طريق الجلاله يا دكتور حسن، صحيح، وليست النهايه. وعلى فكره طريق الجلاله ده جزء من طريق القاهره كيب تاون برضو، عشان المشاهد الكريم يبقى القاهره كيب تاون. طبعا هو في محور حضرتك، انا يعني معلش كان المفروض اجيب معايا مساره، مخطط ان يكون في محور من البحر المتوسط حتى جنوب افريقيا في كيب تاون. هذا المسار سيكون جزء منه هو طريق الجلاله، وسيتم وصله. وحاليا وانا قاعد مع حضرتك، القوات المسلحة، الهيئة الهندسية، وشركات مدنية تعمل تحت إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لربط محور 30 يونيو بمحور طريق الجلالة. يبقى القادم من البحر المتوسط ومن مناطق بورسعيد والإسماعيلية يستطيع أن يتجه جنوبا إلى طريق الجلالة، وفي نهاية طريق الجلالة حضرتك تعلم أن هناك وصلة إلى مدينة بني سويف. لا لا أعلم. لا، هناك وصلة سيادتك لو مش هنا. هو طريق الجلالة طوله 82 كيلو، بيبدأ من منطقة وادي حجول على طريق القطامية العين السخنة، ويستمر جنوبا لمسافة 82 كيلو، وفي نهايته يوجد طريق بني سويف الزعفرانة. وده برضو أنشأته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحت إدارتها وبشركات وطنية مصرية، زي ما حضرتك شفت في التقرير اللي انت عينته. دي بنأكد عليها أن القوات المسلحة بتنفذ بنفسها، لكن في إدارة. هذه الإدارة لما بتكون جيدة وصارمة وناجزة بتخلي الشركات المدنية سواء إذا كانت خاصة أو مملوكة للدولة تعمل بكفاءة وتناغم قوي جدا. فإذا أنا النهاردة الطريق بتاع الجلالة ليس فقط طريق الجلالة، ولكنه جزء من محور القاهرة كيب تاون، وسيتم وصله ب 30 يونيو. أنا عاوز بس أقف دقيقة عند القاهرة كيب تاون، لأني ما عنديش معلومة عن الأمر. تمام. سيادتك بتقصد إن محور بري، محور بري افريقيا اتفقت فيما بينها ان تمد خط وتحدد له مسار، محدد له مسار كمان، موجود له مسار على الخريطه، هبعتها لحضرتك ممكن نعرضها في حلقه اخرى، لكن هو موجود ومحدد له مسار، وكل دوله من الدول الافريقيه عليها ان تنجز الجزء الخاص بها ليكون هناك محورا بريا من المتوسط للمحيط، من المتوسط بالبر الى المحيط بريا، ويمر بكل دول افريقيا، وبالتالي نستطيع. كم دولة يا دكتور لو تفتكر؟ لا أنا لا أذكر عدد الدول، لكن أنا عارف مسار الطريق، ممكن أبعته لحضرتك للعرض. ومن ضمن هذا المسار هو طريق الجلالة، وجاري حاليا ربطه بطريق. طب بعد بني سويف؟ سيتجه جنوبا، ما شبكة الطرق في الجنوب عندنا بتطورها وزارة النقل. حاليا احنا شغالين في طريق أسيوط الغربي، وباقي شبكة الطرق المؤدية إلى صعيد مصر بيتم تطويرها سواء من خلال وزارة النقل أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وبالتالي سيكون لدينا مسار حتى نهاية حدود مصر جنوبا مع السودان. هذا المسار سيتم ربطه لاحقا من خلال استكمال هذا المسار في باقي دول أفريقيا. نتمنى أن يكون التكامل التجاري والتكامل السياسي ما بين هذه الدول أساس للتعايش، لأن ده هيخلي الأمور تبقى أفضل كتير جدا. الاتحاد الأوروبي محمد بيه بدأ الأول بعلاقات تجارية، ولما لقوا أن العلاقات التجارية والمصالح بتجتمع بدا يبقى في فكره ان يكون في الاتحاد الاوروبي. فانا اامل برضو ان العلاقات ما بين الدول الافريقيه ان تكون هناك فيها التكامليه، وان يكون هناك شيء من الاقتصاد والتبادل المنفعه موجود، وده هيخلي محور القاهره كيب تاون يعني يرى النور في خلال فتره قريبه ان شاء الله. بالتاكيد يا دكتور حسن، ان اي مشروع انشائي هندسي مش فقط يعني مش فقط بيبقى مسلح واسمنت وطوب ودهانات ونوافذ وخشب، اكيد يعني طبعًا. اكيد في فكر أكيد. وانا واقف كمان عند فكره العلم. يعني سيادتك زرت اخر مره الموقع جلالة امتى؟ من حوالي شهر. انا طيب. بس عايز اقول لك قبل ما ننتقل لدي ان احنا في بدايه العمل في 2015 ما كانش في حد عارف يطلع علشان يرفع طبوغرافيه المنطقه، فاستعنا بالتصوير الجوي. يعني كان الموقع بيتصور بطيارات لان صعوبه الجبل والتعامل معاه. احنا عندنا مناطق فيها 280 متر اتقطعت، ومناطق فيها 180 متر في اتردم في المصاطب الجبليه دي. فحضرتك لما تتخيل، ودي اللي تشكل بيها المصاطب اللي سيادتك شفتها في الصوره، فهذا الكلام تخيل المعدات اللي اشتغلت علشان تقطع الجبل. انا بتكلم ان احنا الدوله واليد العامله اللي اشتغلت في هذا المشروع طوعت الجبل. يعني احنا قدرنا ان احنا نروض الجبال في هذا المشروع. الجبل كان حاجه يعني عائق صعب جدا، قدرنا ان احنا نشكله
بالشكل المطلوب هندسيا علشان نقدر ننفذ هذا المشروع الضخم. فإذا هذا المشروع يعني يعتبر في وسط المشروع القومي للطرق، على الرغم من أهمية المشروع القومي للطرق، إنما ده كريمة المشروع لأنه كان تحدي التحدي. يمكن ده لفظ قاله سيادة الرئيس حتى في مرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قادت هذا التحدي بنجاح باهر، والنتيجة اللي حضرتك شفتها أثناء التصوير نتيجة يعني أنا كنت بقول إن أنا مش فاكر نفسي في مصر لما شفت الصور اللي كانت معروضة، فده شيء جيد جدا وسيكون جاذب لفرص استثمارية سواء من الداخل أو من الخارج، والسياحة بقى السياحة العربية والسياحة الأجنبية، يبقى ده برضو مش بس الغردقة أو شرم الشيخ، لا يبقى عندي كثير من المنافذ اللي موجودة نقدر نستفيد منها. في أكثر من مدينة زي ما سيادتك أشارت يا دكتور بيتم تشييدها، ويمكن افتتحت العاصمة الإدارية مثلا في صحيح. كثير من مراحلها، إنما الجلالة هي الوحيدة التي أطلق عليها المدينة العالمية. يعني صحيح. فيش ما سمعناش العاصمة الإدارية العالمية، صحيح. ما سمعناش العالمين العالمية، صحيح. فقط هي الجلالة لعدة أسباب. يعني وجود جامعة الملك عبد الله سيكون هناك يعني وافدين للدراسة من كافة الأقطار. جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز. جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز سيكون هناك الكثير من الوافدين للدراسة في هذه الجامعة، علاوة على وجود مدينة طبية عالمية، والموقع يعني اللي حبى بيه ربنا هذه المنطقة من ارتفاع فوق منسوب البحر ب 700 متر هيديها بعض الخصائص اللي ممكن تكون وجود مصحات علاجية من أمراض معينة لنقاء الجو في هذه المنطقة وبعده عن أي مصادر للتلوث، علاوة على وجود برضو المدينة الرياضية، المدينة الرياضية اللي ممكن تكون ملتقى لأي يعني بطولات رياضية في كافة الاتجاهات، ليس فقط في كرة القدم لأنها مدينة رياضية متكاملة. فكل هذه الأمور جعلت من هذه المدينة مدينة عالمية، وده أعتقد أن اسم صحيح يعني، ولا يوجد به مبالغة يعني في هذا. طيب على الشق الاقتصادي الهندسي، سيادتك لما كنا في العالمين كان ليس سرا يعني أن سعر المتر في الأبراج 35,000 جنيه، صح؟ يعني ده مش سر، سيادتك عارف السر هو ده على كويس، هو الطلب عليه ضعف او ثلاث اضعاف. انا لما كنت مستغرب في البدايه فكنت بتكلم مع الناس وبقول لهم يعني مش كتير، قالوا لي احنا بعنا لحد دلوقتي جزء كبير من لا من احنا الأبراج. كنا هناك ولما سالنا قال ان اللي متقدم الطلبات ثلاث اضعاف ليه بقى يا فندم؟ لان هو اصل هو يعني اللي هيروح يسكن هناك لابد ان يكون هناك أدوات للجذب علشان الناس تروح تشتري بالسعر ده. فلما تيجي تعمل جامعات عندنا هناك في مدينة العالمين في جامعات، صحيح. وبدون ذكر أسماء لجامعات سواء عربية أو أجنبية، لكن في جامعات موجودة دي هتخلي المنطقة فيها استدامة، يبقى الطلبة اللي عايزة تدرس في الجامعة الأعضاء هيئة التدريس اللي هيدرسوا في الجامعات. في جوه كمان يا دكتور في مدينة سكنية بالظبط 35,000 جنيه في على الساحل في الأبراج. ما أنا بتكلم على الأبراج، إنما جوه ب 5,000 جنيه المتر. جوه ما هو بيلبي جميع المتطلبات. طيب عندي سؤال بقى، اتفضل. في الجلالة عن سيادتك فكرة عن الأسعار؟ أسعار لا أنا ما عنديش، أنا سألت أكتر من مرة على المنتجع بالذات، قالوا لا لسه لم يظهر يعني الأسعار، هل هتبقى حق انتفاع ولا تمليك ولا هتدار إزاي؟ لم ما اتضحتش الصوره، لكن على اي الحالات احنا عندنا ثروه كبيره جدا، وما تم انفاقه في هذا المشروع ان شاء الله تعالى المنافع القادمه منه اضعاف كتيره مما تم انفاقه، علشان الناس اللي كانت بتقول هو انا رايح اعمل منتجع سياحي طب انا ده هيفيدني في ايه؟ لا، انا لما يكون عندي فرصه ان انا استفيد من موقع وثروه طبيعيه ربنا اداها للموقع دول لابد ان انا استفيد منها، والا يبقى انا ما عملتش الواجب المطلوب مني عشان أوفر اقتصاد جيد للبلد. يعني في علم التخطيط العمراني يا دكتور حسن برضو كثيرون تساءلوا ليه الجلالة، يعني ليه ما كانش التخطيط ان بعد العين السخنة مباشرة اعمل امتداد زي ما انا عايز، او قبل الزعفرانة اعمل امتداد من يعني ناحية الجنوب، ليه رحت في منتصف الطريق؟ احنا خدنا المسافة ما بين السخنة والزعفرانة، يعني كما اشرت سيادتك في التقرير هو الموقع بيشغل المسافة ما بين السخنة والزعفرانة، المنتجع السياحي بيقع على خليج وادي الدرج على مساحة 1000 فدان، والمدينة العالمية مدينة الجلالة العالمية فوق الهضبة على ارتفاع 700 متر على مساحة 19,000 فدان. فأنا علشان أوفر المساحة المطلوبة للمدينة العالمية وأوفر المساحة المطلوبة للمنتجع كان لابد من اختيار
الموقع بشكل اقدر استفيد بيه اكبر استفاده من المسطحات اللي هقدر اوفرها، فده برضو اساس. الجزء الاخر اقتصاديات التنفيذ، طبيعه المنطقه وهتكلفني كام علشان انفذها. برضو المنطقه الصناعيه، احنا اشرنا بشكل صحيح. سريع ان في مصانع رخام ومصانع فوسفات، من افضل انواع الرخام اللي هو رخام الجلاله. وانا لما هعمل فوق مصانع للرخام يبقى انا مش محتاج اشيل كتل الرخامه واديها المصانع في القاهره، اقدر اصنعها هناك وتتصدر بشكل مباشر من ميناء الادبيه او ميناء السويس. تمام، شكرا جزيلا للدكتور حسن المهدي استاذ هندسه الطرق بجامعه عين شمس. شكرا لك يا محمد بيه، اهلا بيه. وشكرا لكم على حسن المتابعه، وعلى راس الساعه وقفه اخباريه على شاشه الغد، فابقوا مع الغد.